دلوقتي مشاهدينا ناخد حضراتكم واخبار الرياضه والملاعب، وليندا هتقول لنا كل الاخبار. اتفضلي يا ليندا. شكرا هدير، بنصبح عليكم مشاهدينا مره تانية، واهلا بيكم في موجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. اليوم انطلقت ركله البدايه. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. إعجاز ما يقدمه هو إعجاز. ميسي هيتس وان، واتس إت جول. الفاول عالمي يا زعيم. هنبتدي نشرتنا الرياضية من أخبار فريق الكورة في النادي الأهلي اللي بيواصل الاستعداد لمواجهة الهلال السوداني الحاسمة في دوري أبطال إفريقيا، واللي بيتطلع فيها الأهلي للفوز أو التعادل عشان يتأهل رسمياً لربع نهائي البطولة. ومن ناحية تانية، بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي أكد صعوبة مواجهة الهلال السوداني اللي هتتلعب النهاردة على ملعب الأهلي والسلام في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. موسيماني قال كمان إن الأهم بالنسبة لينا دلوقتي هو التأهل، واللي بيميز موقفنا هو إننا أصحاب القرار، عشان كده لازم نحقق الفوز في مباراة النهاردة بدون ما نبص لأي حسابات تانية. وتأهلت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش للمباراة النهائية ببطولة بريطانيا المفتوحة للسكواش اللي بتستضيفها المملكة المتحدة، وبكده هتواجه نوران في المباراة النهائية زميلتها في وادي دجلة هانيا الحمامي المصنفة الثالثة على العالم في نهائي مصري خالص. وتأهل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الثاني على العالم لرجال سكواش للمباراة النهائية في بطولة بريطانيا المفتوحة للسكواش. فريق ليفربول الإنجليزي قدر يحقق الفوز على فريق واتفورد بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعت بينهم على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الإنجليزي ضمن منافسات الأسبوع 31 في الدوري الإنجليزي. سجل أهداف ليفربول ديوغو جوتا وفابينيو، سجل الهدف الثاني في شباك واتفورد من ضربة جزاء. وفريق مانشستر سيتي حقق الفوز على فريق بيرنلي بنتيجة 2-0 في المواجهة اللي اتلعبت على ملعب تيرف مور ضمن مباريات الجولة 31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. بالنتيجة دي بيحتل مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة بفرق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب الوصافة برصيد 72 نقطة، والفرقتين لسه عندهم مباريات قوية خلال شهر أبريل في بطولات كتير زي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد. خسر فريق تشيلسي الإنجليزي بشكل مفاجئ من فريق برانتفورد بنتيجة 4-1 في المباراة اللي اتلعبت بين الفرقتين على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة 31 من البريمير ليج. بالفوز ده بيحتل فريق تشيلسي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة، وقفز برانتفورد في المركز الـ 14 برصيد 33 نقطة. وفريق ريال مدريد حقق فوز مهم على فريق سيلتا فيجو بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح في الجولة 31 من مسابقة الدوري الأسباني. بالنتيجة دي عزز ريال مدريد صدارته للدوري الأسباني برصيد 69 نقطة من 30 مباراة وبفارق 12 نقطة عن إشبيلية أقرب الملاحقين. وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية، دلوقتي هنرجع لأحمد وهدير عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا ليندا.